مرحبا أعزائي متابعي صفحة جريدة الدستور. النهاردة معانا واقعة مأساوية حصلت في مدينة العياط. من حوالي يومين حصلت مشاجرة بين شاب وأخوه بسبب تافه جدا، علبة سجاير المجني عليه فاتح كشك، فأخوه كان متعود ياخد منه سجاير وما يديلهوش فلوس، راح يطلب منه علبة سجاير فرفض المجني عليه يديله علبة السجاير وبعدين مشي. في البيت حصلت جلسة عتاب بينهم، تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم بتسديد أكثر من 7 طعنات لشقيقه اللي مات في الحال. والنهاردة أمرت نيابة العياط بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بقتل شقيقه بسبب خلاف بينهم على 8 علبة سجاير. من محل كان يملكه المجني عليه. وقدام النيابة اعترف المتهم أمام النيابة بقتل أخوه مبرر إنه ما كانش يقصد يقتله. وكان كل غرضه انه يخوف اخوه، لكن السلاح كان في ايده وحصل اشتباك بينهم. تطور الى ان قام المتهم بتسديد اكثر من 7 طعنات لاخوه. كانت بداية الوقعة بلاغ ورد لقسم العياط يفيد بمقتل شاب داخل مسكنه. على الفور تحركت قوة أمنية على مكان البلاغ وعثر على شاب مصاب ب7 طعنات غرقان في دمه في بيته. وباستجواب والد المجني عليه أقر إنه اللي عمل كده مجهولين دخلوا البيت قتلوا ابنه وبعدين هربوا. قال كده طبعا كان بيحاول ما يخسرش ولاده الاتنين، زي ما برر في التحيات إنه واحد اتقتل والتاني هيتحبس ويتعدم. التحديات أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية. كشف كذب رواية الأب حيث تبين أنه أحد نجليه وراء مقتل الآخر. وكمان أفادت التحريات أنه الشاب توجه لبيت شقيقه، توجه لكشك كان يمتلكه شقيقه وطلب منه علبة سجاير من غير ما يدفع ثمنها. فرفض انه يديله علبة السجاير، ولما رجع البيت حصلت بينهم وصلة عتاب في المنزل. تشاجر الاخوين مع بعض فاستل واحد منهم سكين وسدد لاخوه اكتر من 7 طعنات. وبعد عودة الاب اكتشف الجريمة اللي كانوا الجيران بلغوا الشرطة، فلجأ لرواية كاذبة عشان يبعد التهمة عن ابنه ويحاول ما يخسرش ولاده الاتنين. هو ما قدرش ينقذ الجريمة في أولها أو ينقذ ابنه، فقرر إنه يعني يختلق رواية كذبة إنه في متهمين جم قتلوا ابنه وهربوا عشان يحاول يداري على ابنه التاني. لكن بإعادة استجواب الأب برر اختلاف الرواية في محاولة منه إنقاذ ابنه المتهم، مردد كنت مرددا واحد اتقتل والتاني هيتعدم، كنت بحاول أنقذ واحد فيهم، طالما ما قدرتش انقذ اخوه فحاولت انقذ الثاني. وتم تحرير محضر بالواقعه واحيلت للنيابه العامه التي تولت التحقيق.
زي ما قلنا حضراتكم اعزائي متابعي صفحه جريده الدستور، اول امس حصلت مشاجره في مدينه العياط بين 2 اشقاء بسبب علبه سجاير. المجني عليه فاتح كشك واخوه راح يطلب منه علبه سجاير من غير ما يديله فلوسها، لكن اخوه انه يديله فلوس انه يديله سجاير. وبالليل لما روحوا البيت حصلت مشاجرة بينهم بعد وصلة عتاب، تطورت إلى أن قام المتهم بسل سكين وتوجيه أكثر من 6 طعنات لأخوه. شكرا أعزائي المتابعين صفحة جريدة الدستور.